صحيح أن الرئيس سعد الحريري الذي قدم إلى بيروت بعد غياب دام نحو 5 أشهر لم يعلن بالفم الملآن بعد موقفه النهائي والرسمي من موضوع الانتخابات النيابية المقبلة، إلا أن كل المعلومات باتت ترجح أن رئيس تيار المستقبل لن يترشح شخصيا، في حين بقي قرار مشاركة كتلته ضبابيا. وإذا ما بات عزوف الحريري عن الترشح لهذا الاستحقاق المقبل أمرا واقعا، فإن ذلك سيشكل سابقة في الحياة السياسية لآل الحريري أولا، وللساحة السياسية المحلية والوطنية ثانيا، خصوصا خلال فترة الإعداد للانتخابات وما يرافق هذا الاستحقاق من حملات وجولات على المناطق والمحافظات. كذلك فإن غياب نجل الشهيد رفيق الحريري عن الواقع السياسي اليومي لمدينة بيروت من شأنه أن يترك بلبلة واهتزازا في الوسط الشعبي كذلك، لا سيما عند مناصري التيار الأزرق. عزوف الرئيس سعد الحريري عن ترشح الانتخابات صدمة في الوسط السياسي وعلى الصعيد الوطني أيضا، نظرا لإمكانياته بالنسبة للمعادلة الداخلية وحتى بالنسبة لزعامة تيار المستقبل. لا شك أن تأثير هذه الخطوة سيكون سلبيا بالنسبة للوسط السياسي، خاصة على مستوى الحلفاء التقليديين للرئيس الحالي الرئيس نبيه بري والسيد وليد جبار، فضلا عن أن تيار المستقبل سيتعرض لحالة من الضعضعة، في حال أيضا أكمل الرئيس سعد الحريري انسحابه من المشهد السياسي ولم يدعم ترشيح لوائح باسم تيار المستقبل في بيروت والمناطق. وإن اختلفت ظروف التنحي وأسباب العزوف عن الترشح بين الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري، إلا أن ذلك يعني لابن بيروت رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام أن بيروت ليست بخير. عزوف الرئيس تمام سلام عن الترشح في الانتخابات يعني أفقد بيروت زعامة تاريخية تعود جذورها لأكثر من 100 عام يعني، ولكن هذا العزوف لا يعني انسحابه من العمل الوطني أولا، ولا يعني بشكل من الأشكال أن الاعتدال سيغيب عن بيروت التي تتمسك دائما ببوصلة الاعتدال والحوار والخيار الدولة. هذا الانسحاب مع القرار الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري في حال مضيه في عدم ترشيح الانتخابات سيؤدي إلى نوع من اهتزاز الوضع الانتخابي في بيروت، ولكن سرعان ما تستطيع العاصمة أن تتماسك وتلملم أطرافها لتقف من جديد على قدميها مع قيادات وزعامات جديدة. آل سلام وآل الحريري زعامتان وطنيتان سنيتان ستغيبان عن المرحلة السياسية المقبلة، ولا شك في أن غيابهما سيفقد بيروت بعضا من وهجها ونكهتها. دارين دعبوس، قناة الجديد.